تهرقة 2017 يعني خمس سنين هي دي. خمس سنين باش تزوج. خمس سنين تهلت دام 17 عام. دام 17 عام. هذه عبارة على جولة استكشافية أولى اللي كنوجدوا فيها القافلة الاجتماعية ديال 2022 غادي تخدم على مسألة ديال تمكين النساء تزويج القاصرات وتمدرس الطفلات. إذا كان تزويج القاصرات في المناطق النائية سبب تمدرس الطفلات، عدم تمدرس الطفلات وسبب الفقر وسبب التهميش، انعدام البنية التحتية إلى آخره، ففي المدن كاين سبب أيضا هو واحد المجموعة ديال الأفكار المحافظة اللي تتنامى في الأحياء الهامشية ديال المدن ديال الدار البيضاء ولا الرباط ولا فاس ولا مراكش إلى آخره، واللي كتقول بأن المدرسة ما تيخمش ديال البنت، البنت بلاصتها هو عند راجلها وعندو ديال ولادها وصافي ما خصهاش تقرأ.